تقدمت مؤسسة حياة كريمة بالتحية إلى كل امرأة مصرية تكافح وتكد من أجل أسرتها لتكون السند والأمل لكل من حولها. وأكدت المؤسسة أنها ستواصل وبكل قوة دعم المرأة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية بالعمل والتدريب والمساعدات لتعيش حياة كريمة مستحقة، نظرا لدورها العظيم وأثره البالغ في المجتمع، باعتبارها أيضا الحارس الأمين على الهوية المصرية والدرع الواقية للوطن.